الحقيقة قبل ما نحيي الكابتن محمود الخطيب أو نقف عند بعض الكلمات اللي قالها باشمهندس، لازم نحيي إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأنه المعتاد التردد على المعرض يعرف دايما وأبدا أن كل الأحداث اللي بتنظم على هامش المعرض أو في ندواته غالبا ثقافية. المقهى الثقافي بيستضيف ناس، الندوات الفكرية والثقافية بتستضيف مؤلفي الكتب، حتى حفلات توقيع الكتب كل دار نشر بيستضيف مؤلف أو كاتب أو مفكر أو شاعر أو أديب لإنتاجه علشان يعمل توقيعات على سبيل الترويج. لما يهتم بنجم رياضي ويحتشد لأجله كل هذا العدد، ده تقدير من إدارة المعرض وإدراك منها لأهمية الرياضة في هذا الجانب. وأيضا يا باشمهندس، إلقاء الضوء على الدور الثقافي المهم للأندية.